كان انطلاقاتنا مستمرة، والانطلاقة قبل الختام، قبل انطلاقة الشوط الختام تمت على بركة الله وتوفيقه، هي الانطلاقة 16 وخاصة بالبكار المحليات العصائل. الأداء جميل للقاية مشاهدينا في كل مكان، والكل أيضا متواجد في هذا الأداء وفي هذا الميدان، ميدان الوثبة، ليقدم بأحسن ما عنده من حلال مشاهدينا في كل مكان. نقترب من الصدارة لنعطيكم تفاصيل هذه الانطلاقة التي أمامكم مشاهدينا. أي الحفل الكريم الآن نلحق بالمقدمة ونوافيكم بالتفاصيل. أرى من أرى البعد هناك اللي في الصدارة والمقدمة شعار نعم، هناك اللي في الصدارة شعار حمود الذي يتقدم، حمود بن حميد الراشدي الذي يتقدم في الصدارة. يا سلام يا سلام، الأداء جميل للقاية مع انطلاقة هناك شاهنية المركز الثاني، المركز الثاني هناك مبعد بشعار حمد بن عبيد بن حلوس العامري راعظ أبيان والتواجد بقوة، بينما هناك أيضا هناك رحمة للسيد صقر بن عوض بن فلاق الاكتبي اللي متواجد في المركز الثالث، النقل في المركز الرابع من تواجدت شواهين. الله الله، هنيالك هنيالك يا بن يطبع، هنيالك يا بن يطبع، سلام للعين، سلام بأحلى العبارات الصباحية، ولك التحية يا بن يطبع اللي وصلت في المقدمة مع مذيار عبد الله بن حمد بن يطبع العامري المركز الثاني، وصل الديمة لمحمد بن مبارك بالعور الخيلي، والمركز الثالث لأحمد بن سالم بن سعيد الخيلي، والمركز الرابع المركز الرابع مياس لمحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي، والمركز الخامس لحمود بن حميد بن عثيث الراشدي الذي وصل كذلك في المركز الخامس. هكذا مشاهدينا تابعتوا وتابعتوا معنا هذه الانتقالة الجميلة، والشوط الذهب لبن يطبع في المركز الأول، هنا الصدارة والمركز الأول، مذيار للسيد عبد الله بن حمد بن يطبع العامري، قطعة المسافة 7 دقائق 54، وفاء وتماما تهانينا. المركز الثاني يا مخرجنا الهواري يا ابو طلعت طلعتك جميل، ديما للسيد مبارك بن محمد بن مبارك بن عور الخيلي، 7 دقائق 55، 5 أجزاء لهذا التوقيت الجميل ما شاء الله، تهانينا. المركز الثالث، المركز الثالث كانت هناك شواهين لأحمد بن سالم بن سعيد بالقطر الخيلي، له التحية أبو سالم، 7 دقائق 58، 9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بسم الله وعلى بركة الله نتواصل مع هذا الشوط، نتواصل مع شوط الختام في هذا الصباح، في هذا السن الجميل، السن المميز من هنا من ميدان الوثبة عاصمة ميادين دولة الإمارات العربية المتحدة. هناك ينطلق شوط الختام انطلاقة سليمة جميلة هنا لجميع المشاركين. هناك البراقة من تتواجد علي بن خليفة بن رشيد السويدي، يتواجد مع براقة على المقدمة والصدارة والمركز الأول، المركز الثاني وثاني المراكز شعار المري على المركز الثاني في هذه اللحظات. منصورة هناك علي بن سالم بن علي المري من يتواجد على ثاني المراكز، بينما الدخول في هذه اللحظات الدخول المميز، يا سلام تبارك الله ما إن شاء الله. هناك لمحة 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 من تتواجد على الصدارة، محمد بن حماد العامري يتواجد على ثاني المراكز.